عزيزتي الحامل، أسعد الله يومك بكل خير. سأتحدث إليك عن السونار أو الألتراساوند أو الفحص بالموجات الصوتية في الثلاث شهور الأولى للحمل، وهو فحص يمكننا من رؤية الأعضاء الداخلية للجنين، التأكد من حدوث الحمل، وجود الحمل في داخل الرحم وليس خارجه، رؤية نبض الجنين. كذلك يمكننا أن نحدد عدد الأجنة 1، 2، أو 3، نحدد أيضا نوع التوائم، ويمكن أيضا نحدد مواعيد الولادة بصورة أكثر دقة من أي وقت آخر في الحمل. كذلك يمكننا أن نقيس سماكة رقبة الجنين، وهذه السماكة عند زيادتها لها علاقة ببعض المتلازمات أو مشاكل في الكروموزومات مثل متلازمة الداون. سأتحدث إليك عن أهمية السونار أو الأمواج الصوتية أو الألتراساوند أثناء الحمل بين الشهر الرابع والشهر السادس. شكل هذا الفحص أهمية قصوى للعناية بالسيدة الحامل وجنينها، حيث يمكننا أن نرى الأعضاء الداخلية للجنين وفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من التشوهات الخلقية، ويمكننا أيضا تحديد مكان المشيمة دقة عالية وكذلك فحص السائل حول الجنين. سأتحدث إليك عن أهمية السونار أو الألتراساوند أو الموجات فوق الصوتية في الشهور الأخيرة من الحمل. في حوالي الشهر السابع للحمل عادة نقوم بهذا الفحص، وله أهمية قصوى في العناية بالسيدة الحامل، من حيث يمكننا أن نتأكد من وضع الجنين داخل الرحم، وننظر إلى المشيمة، إلى السائل حول الجنين، إلى تدفق الدم في الحبل السري. كذلك يمكننا أن نقوم بفحص وزن الجنين، وهذا له أهمية قصوى في تحديد الولادة وموعدها، ويساعدنا ويساعد السيدة الحامل على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح من الحمل. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة، وأشكرك على حسن المتابعة.